صباح الخير والامل والسعاده والتفاؤل، صباح كل حاجه حلوه يا رب، يوم جديد سعيد علينا كلنا وسعيد على مصر كلها باذن الله. بصبح على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا دايما معاكم، ومصر جميله. بصبح كمان على زميلي حاتم، صباح الفل. صباح الجمال يا نجله، صباح النور مشاهدينا الكرام، ان شاء الله يكون يوم جميل. كنا متوقعين ان الدنيا هتبقى برد شويه، قفزنا حتى نزلنا الصور بتاعتنا واحنا لابسين مقفزين كلنا والبطاطين والحاجات، والناس اللي ورا الكاميرات قاعدين كلهم عاملين كده، لكن الحمد لله الشمس طلعت اهو، الجو بقى جميل، فنستثمر الوقت ده. برد حقيقة. يعني واحنا نازلين الصبح كان الجو برد، بس الحمد لله اشرقت الشمس بالظبط زي ما بيقول بالظبط مخرجنا الجميل احمد مصطفى، مصر دايما عريبة. جميله هكذا، مصر جميله زي ما بيقول بالظبط، انها جميله في البرومو. طيب انا عايزه اقول حاجه بس الحقيقه قبل ما نبدا اي فضفضه تايم زي ما بنقول. انا عايزه اشكر كل فريق العمل اللي انا موجوده معاه بجد، تحيه لكل الشباب الجميل. انا داخله من بره للوكيشن، لقيت كل واحد ماسك خرطوم وقاعد يسقي الزرع الجميل ده علشان يشوف الزرع وهو اخضر وهو نظيف وهو حلو قد كده. حسيت ان هي دي الروح الجميله اللي كل واحد بيحب شغله وعايز يطلعه في احلى صوره. ده مش شغلهم، كلهم مخرجين وكلهم بروديوسرز وكلهم منتجين او اداره انتاج، لكن كل واحد فيهم كان شايل حاجه وعمال بينظف في المكان وعمال بيسقي في الزرع وعمال بيظبط في اللوكيشن. انا بحييكم بجد، مبسوطه جدا ان هي دي الروح اللي موجوده معانا، ويا رب دايما مصر جميله بكل شبابها وبكل ولادها، ويا رب ده يكون موجود في كل مكان بنشتغل بيه في مصر. تمام. حتى حاتم على فكره كان بيشتغل معانا. على فكره احنا صورنا الناس دي وحطينا صورها. انا عايز اقول لكم ان احمد شوقي وايهاب النويهي وايمن جمعه واحمد وجيه كانوا بيرشوا فعلا الزرع، وكانوا بيركبوا النافوره اللي مش عارف الكرين جايبها ولا لا، اللي هي ورانا ديت نحاول نجيبها، نزلوا جوه المايه دي عشان خاطر يحطوا النافوره عشان احنا يبقى خلفيتنا حلوه، عشان نطلع نبتسم للناس ونقول لهم مصر جميله. كل واحد بيحاول يعمل ولو دور صغير كده، لكن بيحاول ان هو يعني يشارك في مصر الجميله باسلوبه بطريقته في شغله في اي حاجه، وده اللي احنا بنحاول نطبقه هنا دلوقتي. عايز اقول لك على حاجه بقى، ايه بدون توجيهات السيد فلان الفلاني، كلمه يا جماعه بناء على توجيهات فلان الفلاني دي عايزين نشيلها. يعني جميل ان طبعا اي حد يدي قرار او اي حد يدي توجيه، بس مش لازم الناس تستنى التوجيهات عشان تعمل اللي عليها. مش لازم اي واحد علشان يشتغل او يعمل اللي عليه يستنى التوجيه من الرئيس الاعلى ليه او من اللي موجود بيرقصه في الشغل. لو كل واحد فينا من جواه بدا ان هو يعمل اللي عليه اكيد الدنيا هتختلف. كلمه بناء على توجيهات يا ريت تكون بناء على الضمير الداخلي لاي انسان، بناء على احساسه وشعوره بالمسؤوليه الذاتيه تجاه العمل اللي بيقوم بيه وتجاه المسؤوليه اللي هو مكلف بيها. ده يعني الحقيقه جزئيه حسيت بيها، احنا مش محتاجين توجيهات من حد، لكن محتاجين توجيه من ضميرنا الذاتي ان احنا نشتغل ان احنا نعمل اللي علينا علشان حتى ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا في كل حاجه بنعملها. على فكره مش محتاجين شكر كمان من حد، لان احنا بنعمل الكلام ده واحنا مبسوطين من جوه. تمام. هم ما كانوش عارفين ان احنا هنقول الكلام ده على فكره، يعني هم لا طلبوا. بنحس بانبساط، بنحس بفرحة كده واحنا بنعمل الحاجات دي. محدش مش محتاجين حد يقول لنا الله شغلكم حلو شغلكم وحش. لا بس معلش حاتم انا هختلف معاك في دي، مش محتاجين بس بننبسط. يعني انا محتاجة ان انا لما ابذل مجهود احس ان حد بيقدرني، احس ان حد بيقول لي انت فعلا عملتي حاجة كويسة. مش مهم الصورة تكون ايه او مش مهم شكل التقدير هيكون ايه، لكن الكلمة زي ما بنقول الكلمة الطيبة صدقة. فما بالك لما حد بيتعب وبيعمل اللي عليه ويلاقي اللي قدامه حاسس بده، الإحساس في حد ذاته بإن الإنسان بيعمل إضافة أو بيعمل قيمة، لا بينعكس على حالته المعنوية وبيديله باور كده إن هو يقدم كمان ويبقى إيجابي بدرجة أكبر. فأنا مش بقول إن احنا نشكر ونهلل ونفخم من العمل، لكن على الأقل من حق كل واحد أكيد. لما يتعب إنه يحس إن اللي قدامه بيقدره أكيد. ولا إيه؟ ويعني التقدير ان النافوره طلعت انت شايفها في السكرين بتاعه بجد ظاهره، عشان يطلعوها النهارده بالظبط في زمن قياسي في 12 دقيقه ركبت النافوره دي، وفي حاجات كيعان وحاجات بتتلزق وحاجات وخرطوم مش عارف بيحصل ايه وبيجربوها مره واثنين وضغط الميه مش عارف ايه، كل ده في 12 دقيقه بس. انا حسبتها لهم على الساعه. المصري لما بيحب يعمل حاجه بيعملها، مثال صغير لكن ممكن ناخده في حاجات كتير. احنا شفناها في مواقف بقى جامده ومواقف قويه، يعني فكره تحطيم خط بارليف طبعا كانت عباره عن ايه، يعني فكره مصريه من شاب مهندس مصري قدر ان هو يحطم الاسطوره اللي قال عليها العدو الخط الذي لا يقهر و لكن فكره مصريه قدرت ان هي تعمله. الحقيقه كمان عايزين نتكلم
في جزئيات تانية كتيرة قوي في حياتنا عشان مصر تبقى جميلة. مصر تبقى جميلة في كل حاجة وكل ناسها وكل شعبها. في قصة انت حكيتها لي الصبح عجبتني. وانا جاي الصبح سمعت في الراديو زميل اعلامي كان بيحكي قصة بيقول ايه، واحد راح دخل مطبخ مع مراته، مراته كانت بتطبخ سمك، فلقى السمكة مراته راحت قطعت الديل، فبيقول لها هو انت قطعت الديل ليه؟ قالت له ما اعرفش، انا لقيت ماما بتعمل كده رحت عاملها. فقال لها ماما حماتي؟ قالت له قالها طب اوكي. راح رفع سماعه التليفون، ايوه يا طنط، هو حضرتك لما تيجي تعملي سمك بتقطعي الديل؟ قالت له اه يا حبيبي. قال لها ليه حضرتك بتقطعي ديل السمكه؟ قالت له ما اعرفش، انا لقيت مامتي بتعمل كده. قال لها جدتي؟ قالت له اه. قال لها طيب شكرا يا طنط. راح بكلم جدته يا جدتي بحضرتك لما بتيجي تقطعي بتعملي سمك بتقطعي ديل السمكه؟ قالت له طبعا يا حبيبي. قال لها ليه حضرتك؟ قالت له عشان احنا زمان ما كانش الطاسه كبيره فكنا بنضطر ان احنا نقطع الديل عشان ندخلها، دلوقتي الطاسات بقت كبيره. المورال بقى من القصه دي اللي هو عايز يقوله، عايز يقول ان احنا بنقلد تقليد اعمى، يعني البنت قلدت مامتها ومامتها قلدت مامتها، فبالتالي مش عارفين ليه، لكن لما عرفوا السبب طبعا اختلف الموضوع. لكن احنا بنقول ايه؟ عايزين ما نقلدش بس، عايزين نبدع، كل واحد بيحاول ان هو يعمل حاجه، ما تيجي نجرب بطريقتي. طب ما تيجي لما اطبخ سمك مثلا اشيل الزعانف. هما بيسالوا السؤال في الايربيس معايا مهم جدا، يعني لو لا قدر الله كانت الجده مش عايشه كانوا هيعرفوا ازاي؟ نلجا لاحمد مصطفى بقى ايه بالظبط كده. بس عارف كمان في ايه غير التقليد في الموضوع ده؟ ان الحاجه ام الاختراع، يعني هم ما وقفوش عاجزين علشان الطاسه اللي زي ما بتقول بيقلوا فيها كانت صغيره، لا فكروا يعملوا ايه، فبداوا ان هم يستغنوا عن الاجزاء اللي يعني عديمه الاهميه، ما حدش بياكل الديل في السمكه، فبداوا ان هم يفكروا. هو ده الحاجه ام الاختراع، دي كمان جزئيه مهمه جدا الى جانب التقليد. انا مش مهم ان انا اقلد بس، مهم ان انا اعرف السبب، ابحث وراء السبب اللي موجود واخد ايه، واخد اللي يعجبني، اخد اللي يناسبني. مش لازم مثلا اقلد الغرب في اللبس مثلا، مش لازم البس، لو انا بنت مثلا البس لبس محزق عشان شايفهم لابسين محزق، البس بوت بكعب قد كده. طب هما بيلبسوا الحاجات دي عشان خاطر مناسباهم، لكن مش مناسباني انا، مش مناسبه مجتمعي. طب ما ناخد الالوان مثلا والتفصيله وابتدي اظبط انا على 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 عاداتي وتقاليدي انا. هي دي المورال اللي كان عايز يقولها الاعلامي الجميل اللي انا سمعته النهارده الصبح. نتمنى دايما ان احنا نحاول ان احنا نحط التاتش بتاعنا، التاتش الشرقي، التاتش المصري، التاتش بتاعنا ده مهم جدا 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 عشان نبدع ونحاول، يعني مش عيب الواحد يحاول. مش عيب، بالعكس ان الواحد يحاول، وممكن جدا ان انا استفيد من خبرات التقدم اللي موجود في دول كتير جدا، وهو ده اللي احنا بنقوله، محتاجين ان احنا نستفيد من التجارب الناجحه للعديد من الدول اللي قدرت ان هي تتخطى مشكلتها وقدرت ان هي تنهض وتكون في مصاف الدول المتقدمه. المهم اخد الحاجه اللي تفيدني، اخد الحاجه اللي تنفعني، اخد الحاجه اللي تضيف ليا، ما يكونش مجرد تقليد اعمى للاسف ممكن يشوه الصوره عند اي انسان. عاملين يقولوا لي كفايه يلا علشان نبدا. حركه المحافظين بس في السريع كده، حركه المحافظين دي من الاشياء المهمه جدا اللي بنترقبها في الفتره القادمه باذن الله، واعتقد ان يعني تم التنبؤ كده بعدد من المحافظين دول اللي هيتم تغييرهم، وعدد تاني لا هم دول اللي مستمرين في عملهم ايا كانت هذه التنبؤات. ولكن في النهايه مطلوب معايير معينه باختيار القيادة اللي هتكون مسؤول. المحافظ في محافظته على فكرة بيكون بمثابة رئيس الجمهورية الخاص بهذا المكان. علشان كده لما بتكلم على المحافظ، لما بتكلم على المحليات، لما بتكلم على المسؤولية، فأنا بتكلم على المجتمع المصري ككل، النسيج الواحد. شايف الحركة اللي جاية هتكون ازاي؟ أتمنى أنها تكون ناس decision makers واخدين قراراتهم ما يخافوش، وأكيد لما تعمل حاجة كويسة هتلاقي كل الناس ماشية وراك. أنت في الموضع ده عشان أنت صاحب قرار، نحاول نغير، نحاول ان احنا نبقى احسن، نشوف حاجات لو حاجات صغيره حتى نبتدي بيها، وبعد كده نبتدي نتوسع. اكيد 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 الدنيا كلها كل الناس تحط ايديها في ايدين بعض، واكيد رجال الاعمال مع المواطنين العاديين اكيد هيعملوا حاجه مع الحكومه بحيث ان مكانهم يبقى حلو، محافظتهم تبقى جميله، بيتهم يبقى جميل كده. يا رب مصر كلها تكون جميله باذن الله. وزي ما بنقول هي مسؤوليه كبيره جدا، الاختيار حتى في حد ذاته ده مسؤوليه كبيره قوي. ان شاء الله ربنا يعين متخذ القرار ان هو يختار الانسان الاصلح والافيد بالنسبه لبلدنا ان شاء الله. خلينا بقى نتكلم عن فقراتنا النهارده، معانا مجموعه من الفقرات خاصه بالسياحه، خاصه بالاستثمار، وطبعا اكيد خاصه بالفن. هنبدا بايه حاتم؟ تمام، هنبتدي بفقره بكره يبتدي النهارده، ومعانا دكتور علاء الدين اباري، وهنتكلم عن استثمار المواطن في الطاقه الشمسيه، يعني كم الطاقه الشمسيه والاستثمار فيها بشكل عام، وقد ايه هي ممكن تفيدنا او تفيد مصر في الفتره القادمه. تمام، ومن جانب الاستثمار اللي هو جانب مهم جدا في الاقتصاد لجانب تاني برضو مهم قوي في الاقتصاد، هو السياحه اللي بيشتغل عليها ناس كتير قوي، واللي مهم جدا ان احنا نستعيد مكانتنا فيها. هيكون لينا لقاء مع ضيفنا الاستاذ عبد النبي حلمي،
الخبير السياحي في البحر الأحمر، ونشوف إيه الجديد اللي بيتم تقديمه للسائح في الوقت الحالي مع الجو الجميل اللي احنا عايشين فيه، مع الموارد الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى حبانا بيها، إزاي بيتم استثمارها بطريقة سليمة علشان تعود علينا كلنا كمجتمع مصري بإذن الله. وأخيرا هنختم بفقرة نجوم الأوبرا، مع يعني ما ينفعش يبقى عندنا المواهب والجمال والأصوات التحفة دي وما نبينهاش. فاحنا نجوم الأوبرا النهاردة هيكون معنا المطرب الجميل مصطفى النجدي، وهنسمع صوته، هنسمع حاجات تراثية وحاجات جديدة، وهنسمع حاجات كتير جدا، وهنستمتع إن شاء الله. دي فقراتنا اللي احنا هنتقابل فيها معاكم النهاردة بإذن الله على مدار حلقتنا. خلونا ناخد فاصل علشان نرجع على طول نبدأ أول فقرة من فقراتنا، ودايما كلنا نقول يا رب دايما مصر جميلة.